السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض برنامج أيكاد. أقول دلوقتي إن أنا عايز أعمل إمبورت الموديل، بنلاقي إن هو بيبقى الإمتدادات كتيرة جدا. خلينا نختار الإمتداد الـ FBX، هو زي ما شايف بيبقى الـ سكتش أب، بيبقى إمتدادات كتيرة. وليكم مثلا الفيلا ديت والاوبن، فبيسأل تعمل امبورت لتكتشر ولا لا. اقول له امبورت، فبيظهر عندي المبنى اهوت. بعمل سيلكت عليه، احط اهوت، وليك ان انت تعمل اب وداون وروتيت زي ما انت عايز. لو انت عايز تطلع بيه او تنزل بيه تحت كده زي ما انت عايز. وتقدر في اي لحظة تقول له انا عايز اعمل امبورت لنيو اوبجكت زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا في الماتيريال وتختار الماتيريال اللي انت عايزه، بيبدأ يديك ان انت تعدل في التكتشر، تعدل في النورمال ماب زي ما انت عايز. لأي حاجة انت بتقدر تعمل سيلكت عليها، تغير اللون زي ما انت عايز اهوت. تقدر تضيف لايت سورس، وبالذات طبعا لو انت هتشغل حاجة انتريور تقدر تعمل اريا لايت بالشكل دوت. تقدر تتحكم فيها وتعملها روتيت زي ما انت عايز. تتحكم في الضوء، ممكن تعمل سبوت او بوينت لايت او اريا لايت. تقدر تتحكم في الـ environment، مثلا لو احنا جينا هنا ممكن نغير الـ weather بشكل دوت. وتحدد المكان اللي انت تبقى موجود فيه والوقت بتاعه وكل الامكانيات ديت. ممكن تبقى موجود بالليل مثلا، فنروح حاطين اللايت سورس. بالشكل ده تقدر تتحكم طبعا في الباور بتاعه، الانجل بتاعته لو انت حابب تغير الانجل. الكرر زي ما انت عايز. ممكن تحط مثلا لايت سبوت لايت، خليني احط لايت برضو، لايت سورس بوينت لايت ايت. شوف بقى انت عايز تحطها فين بالظبط ايت. تقدر تنزل بيها لو انت حابب.